محمد نبدا معك حنبدا معك محمد ما يا اخي حنبدا معك ها طيب محمد هلا تفاجات ولا حاطط انا كنت حارس مرمى باي ذا وي الحراسي انا اي انا يا سلام حاسم. مستحيل حدا يفوت جول اريد اجربك اي جرب اجرب طاقاتك ماشي ماشي الدفاع نصرة البدر ملحن علي بدر ملحن اخوان هم ولا نصرة البدر وعلي بدر مو اخوان بس من افضل الملحنين اللي اشتغلت وعلي الطائي قرايبه لحسين هذا علي الطائي لا علي الطائي من احسن المخرجين اللي اشتغلت وياهم وقيس هشام قيس هشام من الفنانين الموجودين على الساحه الحقيقيين طيب الوسط كرم رسام موزع موسيقي وانس حداد كمان موزع ومحمد عبد الجبار مطرب ورأفت البدر كم واحد من بيت البدر كرم الرسام علي البدر كلهم حطيتهم كرم الرسام من احلى وارقى الموزعين انس حداد اشتغل لي احلى الاغاني رأفت البدر اشتغل لي احلى الفيديو كليبات محمد عبد الجبار من اهم الاصوات طيب. بالعالم العربي الهجوم حاتم العراقي وماجد مهندس يا سلام يا سلام الله. حاتم العراقي من احلى الاصوات عنده خصوصيه ماجد مهندس من احلى الاصوات وفنان نعم. شامل الحكم ناظم الغزالي والمدرب كاظم الساهر ناظم الغزالي قامه فنيه عراقيه ما شاء الله كاظم الساهر الاسطوره والكل بالكل الكل بالكل تشكيله ميس الحارس ختمنا بكاظم بلشنا بكاظم لازم هذا كاظم هذه اقول لك التشكيله بابا ساعدني بها بابا طيب الله يخليك كاظم الساهر اختاريناه حارس لانه طويل وايديه دائما هيك يسوي طيب بايديه ما انه كثير طويل شو اللي طويل ايديه اوكي ايديه اوكي الدفاع حسين الجسمي داود حسين عاصي الحلاني وراغب علامه اوه اي والله حلوه كاس العالم راح نضرب اي والله شكلها هيك الوسط احمد حلمي شو دخل احمد حلمي طيب وائل كفوري احمد السقا ومحمد سعد اللمبي بعد شو القصة؟ شوف لما تكون عندك إيجابية في الوسط خلاص بعد الأمور تكون سلسة طيب خط الهجوم محمد رمضان وسعد المجرد الأسطورة والمعلم والله والله صح؟ المدرب عادل إمام والحكم أويلي حط الحكم أحلام لازم بعد لو أحلام ما كانت حطيها قلب هجوم لأحلام وتحطيها حكم بالعكس صوتها يوصل بس هي مهاجمة شو هي مهاجمة ملكة إيه ملكة أحلام هي تكون الحكم هي لازم تحكم طيب ماشي الحال كونها هي ملكة وعادل إمام عادل إمام إذا ما كان هو المدرب بعد ما أعرف من يأخذ مكان والله هذه تشكيلة مالعة نارية طيب عجبتني أول مرة تشوفيها عجبتني لا مو أول مرة استضفت كل كان عندي المتنبي مهاجم قبل اسبوع ابن رشد وابن زهر ومش عارف مين هذا ما شاء الله زعاد ماسي اختارت لنا تشكيلة وحتى شيء أحياء وشيء أموات راح نروح لفاصل الأخير من الإعلان وبعدين طبعا بعدين حنشوف تحدي الأسئلة